With you, Mshema Munir, today let's start with Connect, Plus 2, Unit 1, Ready, Set, Go. النهاردة معدنا مع منهج Connect, Plus 2, الخاص بتانية بداية الدرس الأول. Let's start with the new words. أول كلمة معايا النهاردة يا أولاد هي Good Morning. Good Morning. صباح الخير. Good Morning. Good Afternoon. Good afternoon. مساء الخير. ودي بتتقال على الظهر حوالي الساعة 12 كده. بقول good afternoon. مساء الخير. Good evening. Good evening. وهو برضو مساء الخير. ودي بقولها لما الشمس خلاص goes down بتروح. بقول good evening. Okay. كمان معايا good night. Good night. Good night. دي بقولها خلاص وانا داخل انام. تصبحوا على خير. Good night. Okay. See you later. See you later. اشوفك بعدين او اراك لاحقا. See you later. Okay. See you soon. See you soon. برضو اشوفك بعدين او اشوفك قريب. See you soon. Okay. كل الحاجات دي بستخدمها في conversations في المحادثة. طيب أنا هنا عندي كلمة child. child. child بتيجي معنا طفل وممكن تتقال للولد وللبنت. يبقى child بقولها للboy وبقولها للgirl. child. طيب احنا قلنا child يعني طفل واحد. طيب لو أنا عايزة أجمع بقى أطفال كتير بقول إيه؟ children. children. أطفال children. هنا عندي أكتر من طفل. children. okay. parents. parents اللي هو الأب والأم. parents. parents. okay. what else؟ معنى إيه تاني؟ grandparents. grandparents. الجد والجدة. grandparents. grandparents. okay. grandchildren. grandchildren اللي هم الأحفاد. grandchildren. grandchildren. okay. cousins. cousins هم أبناء العم أو الخالة. cousins. cousins. okay. man. man رجل. man. woman. woman سيدة. woman. okay. هنا عندي بقى some verbs. عندي هنا بعض الأفعال some verbs. هنشوف مع بعض إيه الأفعال اللي عندي النهاردة. معايا eat. eat يأكل. eat. okay. eat. okay. كمان معايا drink. drink يشرب. drink. okay. play. play يلعب. play. الverbs دي مهمة جدا يا أولاد ان احنا نحفظها ونعرفها عشان نقدر ما نيجي لنا سؤال في الكتاب او في اي حاجة نقدر ان احنا نحل الverbs دي without any problems. play. okay. play يلعب. okay. yes. ride. 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 okay. كمان عندي walk. walk يمشي. walk. drive. drive a car يسوق سيارة أو يقود سيارة. drive. drive. okay. دي كانت الverbs معايا النهاردة. هنشوف مع بعض الجرامر. القواعد هنا بتقول ايه. هنتكلم هنا عندنا في unit 1 هنتكلم عن present simple tense زمن المضارع البسيط وهو سهل جدا وبسيط هشرحه سريعا جدا ولو عاوزين تعرفوا اكتر عنه هحط لكم في اول كومنت تحت بعد الفيديو على اليوتيوب هحط لكم اللينك الخاص بشرح سهل جدا برضو بس بالتفصيل اكتر ل present simple tense زمن المضارع البسيط. اوكي let's start. تعالوا مع بعض هي الفورم بقى بيتكون من ايه. انا عندي هي شي ات
بيجي وراها الفيرب بنحط في نهايته يا اما es or s or ies. يبقى انا عندي he she at، الفيرب بنحط في نهايته s es ies. اوكي دي الفورم بتاعتها مع singular مع المفرد. طب مع الجمع بقى مع they we you i، الفيرب بينزل في الانفينيتيف فورم في المصدر، ما بحطش في نهايته ولا s ولا es ولا ies، بينزل زي ما هو i play they play we play، لكن he plays she plays. نعرف الفرق ونتأكد منه بس قبل ما نحل. يبقى he she at الفيرب نحط في نهايته s es ies، لكن مع they وال we وال you وال i الفيرب بينزل زي ما هو في الانفينيتيف فورم. اوكي طيب نيجي مع بعض هنا. هنا عندي example مثال I want some gum. I want ما قلتش I wants، لكن she wants some popcorn. She wants they want. عرفنا الفرق ما بينهم ايه؟ يبقى he she at verb s e s i e s، لكن the we you i الverb في infinitive form. نيجي مع بعض في النيجاتيف النفي، بنفي اما ب doesn't or don't. doesn't مع he she at، وناخد بالنا ان الverb بينزل في infinitive form زي ما هو، ما بحطلوش s، بشيل ال s. does or doesn't الاس بشيلها، لان does or doesn't بتاكل الاس. نفس الفكره مع they و we will you، هنا هو معايا بننفي don't والverb في infinitive form. ده كان الشرح بتاعنا النهارده unit 1 connect plus 2. كان معاكم شيماء منير. thanks for watching and see you soon. bye.